مبدئيا في رايي انه اي قضيه في الدنيا ما ينفعش تتناقش بره السياق السياسي والموضوعي اللي اتوجدت فيه. لو ناقشناها بطريقه مختلفه عن كده هنبقى في الحقيقه بنجرح في متاهات وبندخل في تفاصيل ملهاش نهايه ومش بنوصل لمستوى جيد يعني نقدر نقيم في الموضوع اللي احنا بصوت مناقشته. يعني في ناس كتير جدا بتتعامل مع الدستور من مداخل مختلفه يعني، وفي اعتقادي ان معظم المداخل دي خاطئه تماما وبتجلب نوع من المشاكل ربما في الاخر تودينا لمنطقه ان احنا بناخد موقف مبني على المعضلات والمشاكل اللي في الرؤيه ديت فبتخلينا ناخد موقف خاطئ في النهايه. في ناس بتبص للدستور بمنطق مقارنته بالدساتير السابقه يعني دستور 2012 كان شكله عامل ازاي، دستور 71 كان عامل ازاي، حاجات من هذه العينه. انا في تقديري ان المقارنه دي بصرف النظر على انها مش مقارنه جيده يعني الا انها فيها يعني زاويه خاطئه. الزاويه الخاطئه ديت هو ان انا بقارن دساتير ببعضها كلها محدش من الجماهير شارك في صنعها يعني، ما شفناش انه الجماهير شاركت في صنع الدساتير ديت او سئلت اي نوع من المواد الدستوريه احنا محتاجينها تبقى موجوده في اطار دستوري، او هل فئات المجتمع كله وطوايفه وطبقاته اتمثلت بشكل حقيقي في صناعه الدستور ده ولا لا. فدي مقارنه في الحقيقه مش ايجابيه يعني. في مقارنه ثانيه بتقول ان الدستور ده فيه مواد ايجابيه عن الدساتير السابقه والمواد الايجابيه اللي فيه تجب المواد السلبيه يعني، او لاننا في لحظه سياسيه بعينها عندنا بعبع اسمه الاسلاميين او خطر رجوع الاخوان مره ثانيه، فاحنا محتاجين نبقى بنصوت لصالح الدستور ده علشان درء خطر صعود الاخوان مره ثانيه، او ان الدستور ده يسقط في الاستفتاء فما بقاش قدامنا غير يا اما العوده لدستور الاخوان او دستور 71 اللي هم من وجهه نظر اصحاب الراي ده دستورين يعني سيء السمعه يعني. في ناس بتشوف الموضوع من زاويه طيب احنا عندنا تقدم حصل في الدستور ده في مواد ايجابيه على مستوى الحريات وعلى مستوى حقوق المواطنين وحقوق العمال وحاجات من النوع ده، بس احنا في الحقيقه عندنا مشكله مع مواد زي مثلا عسكره المجتمع والدوله، زي فكره الغاء تعددين نقابيه، حاجات من هذه العينه. فبالتالي احنا هناخد موقف مبني على ده. الموقف المبني على ده في الحقيقه كان مضحك جدا. نفس الناس اللي قدمت نفس الحجج ديت فيها ناس قالت هنقول نعم علشان نعدي المرحله الانتقاليه ديت وعلشان يبقى في انتخابات ديمقراطيه ونزيهه ويبقى في تخطي لمرحله العسكر في السلطه، تمام؟ ونبقى في نفس الوقت نهينا على فكره ان الاخوان ممكن يرجعوا مره ثانيه. في نفس الوقت نفس الحجج دي بتخلي ناس تانية تقول لاننا في الحقيقه معترضين على مواد في الدستور ولاننا موافقين على مواد فيها فافضل طريقه ان احنا نروح نبطل صوتنا. وابطال الصوت ساعتها هيبقى اعلان لرفض وموافقه ضمنيه يعني، تمام؟ بس المشكله انه السياسه اللي طرحت الدستور ده فيها معضلات، فاحنا يعني بنقول الجانب الايجابي اوكي لكن الجانب السلبي لا، فبالتالي احنا هنبطل صوتنا مش هنقول اه او نقول لا. في ناس ثالثه بتقول انه في الحقيقه فكره ان انا شارك في العمليه دي كلها على بعضها بصرف النظر ان اقول اه او اقول لا او ابطل صوتي ده معناه اعتراف بشرعيه المرحله دي كلها. وبالتالي الموقف الاصح هو مقاطعه الاستفتاء نفسه وان احنا ما نروحش الصندوق. انا في تقديري انه المواقف دي كلها مبنية على أفكار خاطئة زي اللي أنا قلتها من شوية. فكرة نعم أو لا أو مقاطعة أو إبطال مش في حد ذاتهم مبدئيين، مفيش حاجة اسمها مبدئية في الموقف كده في حد ذاته يعني. زي مثلا الثوريين ممكن في لحظة يقرروا إن هم يشاركوا في الانتخابات البرلمانية، وفي لحظة تانية يقرروا يقطعوها. وفي الحقيقه الموقفين ممكن يبقوا ثوريين بامتياز يعني، تمام؟ ممكن يكون الاثنين خطا بامتياز برضو، بس الفكره هو ان انا بشوف مشاركتي او مقاطعتي او اعطاء صوت من نوع معين او دعم مرشح معين في الانتخابات الرئاسيه او البرلمانيه مبني على تصور سياسي كلي على بعضه، ما ينفعش ان انا ابقى بشوف حته وبعمل حته وحاجات من النوع ده. لو انا عندي موقف سياسي بيقول انه الجماهير من مصلحتها النهارده ولانها مشاركه في العمليه التصويتيه ديت علشان اقنعها بانه العمليه دي كلها
فيها نوع من الخداع او فيها نوع من استبدال الجماهير بممثلين يقدروا يعملوا سياسات من نوع مختلف عن اللي الجماهير عايزاه لما يبقوا في السلطه او في البرلمان. لو عايز افضح العمليه ديت ممكن تبقى المشاركه ساعتها نوع من الموقف الثوري الايجابي يعني، تمام؟ بس في لحظه معينه لو الجماهير عازفه عن الانتخابات وبتكون اشكال قاعديه مثلا نضاليه وشايفه الثوره على اجنده اعمالها وبتاع، هيبقى من الخطا الشديد ان انا اشارك مع الناس اللي في السلطه او مع النخب في انتخابات الجماهير عازفه عنها، فيبقى ساعتها المقاطعه موقف ثوري بامتياز. فالفكره هو ان انا بشوف مصلحه الجماهير فين بالمعنى التاريخي للكلمه، مش التاريخ المجرد يعني، يعني الحقبه دي الجماهير ممكن تبقى مصالحها رايحه فين وبترمي فين، وقد ايه الجماهير بتشارك في العمليه ديت من عدمه، وابدا اشوف المساله على هذا الاساس. الجماهير بالنسبه لي مش حاجه مجرده برضه. الجماهير لازم ابقى شايفها في منطقه الفعل السياسي النشط. يعني لو انا بتكلم عن الطبقه العامله، ما بقولش ان الطبقه العامله ثوريه كلها، بقول ان في قطاعات جوه الطبقه العامله متقدمه عن قطاعات اخرى، وفي قطاعات عندها خبرات مختلفه عن قطاعات اخرى، وفي قطاعات هتقود العمليه الاحتجاجيه، وفي قطاعات هتفضل مذبذبه، وفي قطاعات في الحقيقه ممكن يعني ما تلعبش دور على الاطلاق. الثوره نفسها العماليه في التاريخ ما بتقومش بيها الطبقه كلها، بتقوم بيها ما يسمى بطليعه الطبقه، بس بيبقى لها تاثير سياسي كبير على بقيه الطبقه، وفي نفس الوقت بتبقى تقل السياسي له وزنه في المجتمع ككل كطليعه ثوريه وبتتقدم مقدمه المشهد يعني. طيب لو احنا عايزين نبص على الدستور اللي احنا بصدد مناقشته النهارده ممكن نقول ايه؟ احنا عندنا دستور كتبه عينه من البشر، احنا او انا عن نفسي شايفهم معادين بدرجه كبيره جدا لمصالح الثوره ومصالح الجماهير. في ناس ارتضت عبر استبدال حركه الجماهير بيها انها تعلن نفسها سلطه حاكمه في فتره انتقاليه. بصرف النظر ان احنا نسمي 30 يونيو ده انقلاب ولا موجه من موجات الثوره ولا ثوره ثانيه، بصرف النظر عن القصه دي، بس انا ازعم ان اللي حصل في 3 يوليو تحديدا هو انقلاب عسكري، تمام؟ ناس قررت انه الجماهير اللي خرجت بالملايين دي خلاص هي لعبت الدور بتاعها، ان هي اسقطت شرعيه مرسي، فتتقدم الشرائح او الفئات الاكثر تنظيما في المجتمع وكانت ممثله في المؤسسه العسكريه، تمام؟ المشهد، وتبدا تعلن مجموعه من القرارات وتقول ان في خريطه طريق شكلها 1 2 3 ويلا نمشي فيها، هنعمل فيها دستور وهنعمل فيها سياسات معينه وحاجات من النوع ده. اللي حصل بقى في 26 يوليو ده يعني تكريس للانقلاب بالمعنى الرسمي للكلمه يعني، اللي هو يا جماهير فوضينا ان احنا نقضي على الارهاب، يا جماهير فوضينا ان احنا نفرض يعني، تمام؟ بشكل قوي. وكانت النتيجه في الاخر يعني مزيد من المذابح بصرف النظر برضه عن مواقفنا المتباينه، مين المخطئ ومين اللي بدا في الاول ومين له شرعيه ومين ملوش. طيب السياق ده خلى العسكر لانهم في الحقيقه عندهم خبره سابقه بالذات في فتره حكم المجلس العسكري في فتره ما بعد الثوره مباشره، ولانهم كانوا في الفتره دي متحالفين مع الاسلاميين اللي هم دلوقتي عملوا عليهم هذا الانقلاب يعني، او استخدموا هذه الموجه الثوريه في تجييش وحشد كبير جدا علشان يبقوا هم في مقدمه المشهد. العسكر دول علشان يعبروا المرحله الانتقاليه ديت وعلشان يبقى عندهم جزء من الشرعيه اللي هم متخيلينها اسمها شرعيه ثوريه يعني، قرروا ان هم يضموا بعض الليبراليين والقوميين ليهم في السلطه، وشفنا ده في تشكيل الحكومه بقى في عناصر موجوده ناصريه وليبراليه على راس الحكومه وعلى راس الوزارات وحاجات من هذه العينه، وقعدوا مع بعض وقرروا ان هم يعملوا الدستور اللي احنا شايفينه النهارده. طيب ده معناه انه السياق السياسي اللي حاصل فيه ده في حاله صراع شديده جدا ما بين ناس كانت في السلطه امبارح وفي ناس في السلطه النهارده، بالرغم من انه الجماهير يعني لاعب رئيسي في العمليتين يعني، يعني الجماهير هي اللي اسقطت مبارك وهي اللي اسقطت المجلس العسكري وهي اللي جابت مرسي في مواجهه شفيق وهي اللي اسقطت مرسي، لكن في الحقيقه الجماهير ما بيتمش معاها يعني ما بيتمش التعامل معاها على انها فاعل رئيسي بل كمفعول به، وفي ناس ثانيه بتستبدل الجماهير عشان تبقى هي اللي في السلطه وتبدا تدور العمليه من وجهه نظرها. طيب الصراع ده وحاله الاستقطاب ده ما بين ما يطلق عليه كذبا من وجهه نظر يعني مدنيه ودينيه يعني، تمام؟ ودانا للمنطقه بتاعت ان اللي عاوز دوله مدنيه حديثه، اللي عاوز ديمقراطيه يصوت للدستور بنعم،
واللي عايز الظلميه والرجعيه وعوده الارهاب ومش عارف ايه يصوت بلا، تمام؟ وكده انت بتحدد خندقك. في الحقيقه المفروض الناس اللي بتشوف الثوره من منظور مختلف وبتشوف انها لسه ما اتمتش لحد دلوقتي مهامها بشكل كامل ومطالبها واهدافها لسه ما استكملتش، يعني الناس دي عندها بديل مختلف، عندها بديل عن العسكر وعن الاخوان وعن الفلول اللي هم ممثلين النظام السابق اللي تمت الثوره عليه في 25 يناير. الناس دي بتقول انه الثوره يجب ان تصنع دستورها، الثوره يجب ان تحكم، الثوره لازم تبقى بتعبر عن نفسها، تمام؟ في انه السياسات اللي بتطبق تبقى سياسات بتعبر عن مصالح الجماهير العريضه الفقيره مش عن مصالح نخب او عن مصالح الطبقات الحاكمه الغنيه. طيب السياق ده لازم له طبعا يبقى دستور بيراعي التحالف الموجود في السلطه، يعني ما ينفعش الليبرال اللي كانوا بيدافعوا عن القطاع العام ايام ناصر وحاجات من النوع ده ان هم يبقوا بيطبخوا مع بعض الدستور ده والدستور يطلع عسكري بامتياز، لا لازم يبقى فيه عدد من المواد شكليا تمام هي مع حقوق العمال ومع الحريات وحاجات من هذه النوعيه. وهنا تيجي الحته بتاعت انه الدستور فيه مواد تبدو ايجابيه عن الدساتير السابقه يعني. لكن في الحقيقه لو احنا بنبص للعمليه دي كلها على بعضها وشايفين ان العسكر قرر النهارده ومن خلال الدستور ده نفسه ان هو يعني يسرق الثوره ديت ويعتلي السلطه ويبقى عنده قدره على انه يعني يدير العمليه حتى لو من الخلف يعني، تمام؟ لو احنا شايفين العمليه بالطريقه دي علينا ان احنا نبقى بنرفض الموضوع جمله وتفصيلا. القضيه بالنسبه لي مش انه في ماده هنا حلوه وماده هنا وحشه، بالتاكيد ما ينفعش دستور يمر كل مواده سيئه او كل مواده معاديه للجماهير بشكل مطلق يعني. ساعتها مش هيمر لانه الناس هتتكشف من خلال دعايه بسيطه يعني انه في كذبه وانه الدستور ده محتاج يمر. حتى دستور الاخوان كان فيه مواد ايجابيه بالمعنى اللي بيستند اليه الراي ده. طيب القصه دي كلها على بعضها بتخليني اشوف الموقف بتاع الناس ازاي. في ناس بتقول احنا هنقول نعم للدستور، تمام؟ بس انا في تقديري انه نسبه نعم في الدستور اللي هي في الدستور ده اللي جاي ده اللي هي غالبا هتكسب واللي هي كانت في دستور الاخوان وفي الاعلان بتاع المجلس العسكري الاعلان الدستوري وفي تعديلات مبارك حتى على المادتين بتوع الدستور بتوع الانتخابات الرئاسيه في 2005 واي دساتير سابقه وربما الدستور الوحيد اللي في العالم اللي تم رفضه هو كان دستور الاتحاد الاوروبي في التصويت في فرنسا. بس ما عدا ذلك كل الدساتير بتمر بنعم. بتفاوت نعم بقى ما بين حاجه و50% وحاجه و60 وحاجه و70 وحاجات من هذه النوعيه. بس في الحقيقه الشيء المدهش واللي المفروض ننتبه اليه انه ازاي دستور الاخوان عدى ب 63% وفي نفس الوقت الاعلان بتاع المجلس العسكري عدى ب 77% وكسور يعني عشان مش هنقعد نقول الكسور والاستفتاء بتاع مبارك على المواد الدستوريه اللي اتعدلت عدى ب 75% نسب متقاربه يعني حاجه و60 حاجه و70 حاجه من النوع ده. اذا من وجهه نظري في كتله اساسيه في نعم لا تنتمي للقوى السياسيه في مصر. في كتله اساسيه في نعم بتروح تصوت علشان ما يسمى الاستقرار، احنا عايزين نخلص، عايزين نخلص من المرحله اللي فيها صداع دي وفيها مشاكل ومش عارف ايه وعايزين يبقى في دستور وفي انتخابات وفي رئيس وبرلمان وبتاع والامور تمشي زي ما كانت ماشيه ايام مبارك بصرف النظر عن ان مبارك كان مستغل ومستبد ومش عارف وفاسد وبتاع بس كانت الامور ماشيه. هذه الروح بتاعت الاستقرار تمام بتهيمن على كتله رئيسيه علاقتها بالسياسه في تقديري لا شيء، يعني بتروح تسوق بمنطق يعني تثبيت الوضع مش احداث تغيير اساسي فيه. بس للاسف واحنا بنشوف العمليه بالطريقه ديت تمام؟ عايز بس ارجع لفكره نعم ديت ان في اوساط اليسار في ناس قررت انها تقول نعم وشايفه نعم ديت من زاويه انه ده دستور فيه ايجابيات افضل من اللي فات، ده دستور اقراره هينهي على المرحله الانتقاليه وهيحطنا في منطقه ان احنا بنزق الموضوع خطوه لقدام. ده دستور هيمنع تماما فكره عوده الاخوان مره تانية وبالتالي هنبقى بننتقل نقله شرعيه من نوع مختلف. طيب الناس دي ما شافتش
من وجهه الناس المسيسه دي اللي هي موجوده في قلب اليسار، ما شافتش انه الدستور ده تم عمله في الخفاء، في 50 واحد تم تعيينهم لا يمت بصله للفئات اللي موجوده في المجتمع. يعني في فئات في المجتمع لم تمثل بشكل حقيقي، ومفيش حاجه اسمها التمثيل بواحد. يعني ايه التمثيل بواحد؟ يعني ايه مؤسسه الازهر تبقى بواحد؟ تمام. ويعني ايه الاقباط يبقوا باثنين ولا بثلاثه على حسب الكنائس او حاجات من النوع ده؟ تمام. ويعني ايه المفكرين والمثقفين يبقوا بواحد؟ يعني دي فكره خزعبلاتيه. الناس دي ما تمش انتخابها اولا، الناس دي عقدت كل جلساتها في السر، محدش اطلع على اي حاجه، وده في الحقيقه في منتهى عدم الشفافيه وينم عن طبخه كانت بيتم تجهيزها. يعني الناس دي في النهايه طلعت لنا دستور من وجهه نظرها هي، مش من وجهه نظر احتياجات الناس في الشارع واحتياجات الناس في المجتمع بشكل اساسي. تمام. طيب في ناس تانية بتقول في وسط اليسار برضو، طيب احنا عايزين نصوت بطريقه تبطل هذه العمليه، فهنروح نشخبط على الورقه بتاعتنا. تمام. او هنقول لهم يسقط حكم العسكر او 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 الى اخره. الناس دي عندها تصور انا في رايي تطهري، يعني تمام، يعني مش سياسي، لانه انا بشوف الدنيا مش من زاويه اصلا، يعني مش عايز اوسخ ايدي في العمليه ديت، لا انا عايز اشوف الدنيا من زاويه هو ده بيزوق الثوره لقدام، هو ده بيحقق مصالح الناس ولا لا. ده يعني او دي البوصله اللي انا بشوف بيها الامور. لو الابطال ده عمليا سياسيا هيزقنا خطوه لقدام هيبقى شيء ناجح جدا. تمام. بس الابطال ده في الحقيقه لازم له حمله ولازم له يعني تجيش وحشد يسمح لنا بان احنا نظهر في الكتله التصويتيه اللي راحت الصندوق بوزن. يعني لما يتقال ان في 20% من الاصوات اللي صوتت ابطلت صوتها، اذا الابطال ده حاجه ليها وزن في المجتمع. بس ده في الحقيقه ما بيجيش بمنطق اصلا، لاني مش عايز اقول لا او مش عايز اقول نعم فانا هبطل صوتي، او لاني ما اقدرش اقول نعم وفي نفس الوقت صعبان عليا ان انا اقول لا لان في مواد ايجابيه. موقف تطهري كده ما بيشوفش الموضوع من زاويه مصالح الجماهير فين. لو مصالح الجماهير هي الانيه بالنسبه لي، فانا هشوف الموضوع ان انا لازم اعمل حمله قويه تسبق وقت التصويت بفترة كبيرة، وانزل الشوارع وانزل البيوت والمصانع وبتاع، وابدأ احشد للحملة دي واشرحها بشكل بسيط للناس على اساس ان انا اجذبهم عليها وابقى بحشد لنسبة تصويتية عالية بتقول ابطال الاصوات. هكذا موضوع المقاطعة. المقاطعة ما تنفعش تتشاف من زاوية انه انا هقاطع لان انا شايف ان دي زبالة وانا شخص شريف ومحترم ومش عايز اشارك في الزبالة ديت. فالنتيجه بتبقى هو ان انا بتحط في مجموعه ضخمه جدا ما بتروحش عمليات تصويتيه بالاساس، والمجموعه دي انا بسميها يعني الكتله التصويتيه السلبيه او السالبه اللي هو بيسموها المقاطعه السلبيه يعني. ودي في الحقيقه نسبتها في الانتخابات عموما او في الاستفتاءات كبيره جدا. على سبيل المثال في الاستفتاء على الاعلان الدستوري اللي حضر من اللي ليهم حق التصويت 35% و7/10، يعني في حوالي 64% من اللي ليهم حق التصويت قطعوا الاستفتاء بالاساس. طيب هل ينفع في وسط ال 64% دول لو انا مش عامل حمله مقاطعه كبيره ينفع ابان في وسطيهم على ان انا مش مقاطع سلبي؟ بالتاكيد مش هيبان، لانه ما بيتقالش في المقاطعين دول، يعني ما بيتقالش في النسبه اللي ما راحتش دول مين مقاطع ايجابي ومين مقاطع سلبي. لو انا مش مسمع في الاعلام ومسمع عند الناس انه نسبه التصويت هتبقى ضعيفه جدا والمواطعين هيبقوا كتار جدا بما فيهم المواطعين سلبيا بس المواطعين ايجابيا مؤثرين لدرجه ان هم علوا النسبه دي، ابقى في الحقيقه بعمل حاجه في الهواء. نفس القصه على استفتاء دستور الاخوان، المشاركه فيه كانت اقل من المشاركه بتاعت اعلان الدستوري، كانت 32.9%. لما مبارك كان بيزور الاستفتاءات المعارضة قالت إن الحضور في التعديلات الدستورية كان 5%، هو رفعها ل 27.1%، يعني حتى في كل الأحوال يعني ما زادتش النسبة عن 36 أو 37%، والباقي ده مقاطعة سلبية كبيرة. طيب لو أنا بقول لأ للدستور، يعني إحنا تعرضنا لموقف نعم ومقاطعة وإبطال، لو أنا بقول لأ للدستور، إيه المنهج اللي انا باني عليه لا؟
في ناس بتقول لا بمنطق ان انا بزق ابطال حته لقدام كده، يعني بتطرف بيها حته لقدام وبقول انا هقول لا للدستور علشان الدستور المواد السلبيه اللي فيه تجب المواد الايجابيه، بعكس اليسار اللي قال ماشي نعم بمنطق يعني ان المواد الايجابيه اكتر فعشان نزق العجله خطوه لقدام وننهي على المرحله الانتقاليه ومش عارف ايه وننهي على خطر رجوع الاخوان بتاع الناس بتوع لا في وسط اليسار. في جزء منهم بيقول ده بالظبط، بيقول احنا هنقول لا علشان نبان اكتر تمام، وعلشان في نفس الوقت نبقى بنعلن رفضنا للمواد سيئه السمعه في الدستور زي عسكره المجتمع بكلافه. انا في تقديري ان الفكره دي غلط، لانه انا ما ببصش للموضوع برضو بمنطق انتقائي انه هنا في حته حلوه وفي هنا حته وحشه، يعني او على حسب تعبير احد اليساريين يعني انه لو حد مش عارف انت قعدت في مطعم وحد جاب لك تورتايه جميله وبعدين راح رشش عليها شويه جله، فيعني انا ساعتها مش هبقى بناقش نسبه الحلو من نسبه السيء لانه هتبقى دي مقارنه مش صحيحه، فانا الوجبه كلها فسدت. ده صحيح، بس هو في الحقيقه القضيه مش تورتايه وشويه جله، القضيه هو انه الناس اللي فوق دول قرروا ليه النهارده يعملوا دستور بالطريقه دي وعايزين يمرروه في الوقت الحالي ليه وعشان انهي نوع من الاهداف. دي القضيه اللي انا بشوفها، ولما بقبلها ممكن اقبل شويه الجله، ولما برفضها برفضها بمنطق ان انا ضد السياسه دي كلها على بعضها مش بمنطق انتقائي. طيب انا في تقديري الشخصي انه لا وزنها بيزيد في المجتمع وده ايجابي للعمليه السياسيه بتاعت البشر اللي ما زالوا مستمرين على فكره استمرار الثوره، ان الثوره ما زالت مستمره وانها ضد كل من خان عسكر وفلول الاخوان وحاجات من هذه النوعيه. لو بصينا على الاستفتاءات السابقه على الدستور هنلاقي ده بالظبط. الاستفتاء بتاع مبارك في 24% قالوا لا. ده في ايام الدكتاتوريه يعني بتاعت مبارك والفساد وتزوير الانتخابات وبتاع وكلام بالشكل ده. في الاستفتاء بتاع الاخوان في 36% وكسر قالوا لا. والاستفتاء بتاع المجلس العسكري في 22% و7 قالوا لا. النسبه بتاعت لا دي بتكسب ثقه. الابطال في الحقيقه في الاستفتاءات ديت هزيل جدا، يعني مثلا في الاعلان الدستوري بتاع بتاع العسكر في 2 يعني في 9% ابطلوا اصواتهم، وكان عدد الاصوات دي بالالاف 171,000، لكن كان الرافضين واللي قالوا لا 4,700,000 مثلا يعني، واللي قالوا لا عند الاخوان في دستور الاخوان كانوا 6,000,000 وكسر تمام، بالرغم من انه الاصوات الباطله كانت اعلى شويه من المره اللي قبلها كانت 304,000 يعني رقم تخطى 400,000، بس فكره انه في بشر بيقولوا لا للسياسه، انه الثورات مش طول الوقت في منحنى صاعد، ان الثورات بتصعد وبتهبط وان المزاج الجماهيري بيتغير وان الناس اللي في مقدمه المشهد هم ناس في الحقيقه متماسكه سياسيا اكتر وعندها قدره على التغيير وشايفه ان ده يعني مش هيستمر غير لما هم يفضلوا بيقدموا تضحيات وحاجات من النوع ده، وانه المزاج الجماهيري بيتغير عند نقط معينه وان الجماهير بتعطي مصداقيه للتغيير بشكل قوي لما بتنزل بشوط ماشي، وان الجماهير بتتغير وهي في قلب العمليه الثوريه وانها بتكتسب ثقتها في نفسها وبتغير من ادواتها النضاليه في قلب العمليه نفسها برضه. في جزء تاني ممكن نبقى بنتكلم عنه اللي هو مرتبط بقصة مواد الدستور. مواد الدستور في الحقيقة يعني من وجهة نظري يعني ممكن نقسمها ثلاث أقسام، يعني في مواد يعني شديدة الشكلية يعني منظر مش أكتر، يعني ممكن نسميها حبر على ورق، ممكن نسميها رطان، إنشا، كلام فارغ بيتكتب تمام؟ يعني مثلا في مادة في الدستور إن الأسرة هي مش عارف الاساس في المجتمع، ايه الماده دي؟ يعني ايه الدستوريه في كده يعني؟ يعني ده كلام فارغ ملوش اي معنى، مش هيفرق كتير مع الناس ان الاسره ولا العيله ولا الاثنين مصاحبين ولا مش عارف ايه، هم يعني دي قضيه لا ليها علاقه بالاخلاق ولا ليها علاقه باي حاجه في الدنيا، يعني دي قضيه يعني ثانويه وملهاش معنى. في مواد تانية ممكن نشوفها على انها شديده الاستفزاز.
من نوعيه مثلا ان احنا نبقى بنتكلم انه في ماده بتقول ان الشرطه دورها انها تحمي المواطنين وتسهر على امنهم ومش عارف ايه. احنا ما شفناش في تاريخنا ان الشرطه بتلعب الدور ده، حتى من ايام عسكري الدرك اللي كان واقف في الشارع يعني ما شفناش ده. الشرطه طول عمرها بتلعب دور قومي، بتلعب طول عمرها الدور اللي هو بتاع حمايه مصالح الطبقه اللي فوق. والدليل على ده لما بيحصل اضراب في مصنع لرجل اعمال، رجل اعمال بيستدعي الشرطه، ما بيعملش حاجه ثانيه يعني، ما بيجيبش رجالته، هو رجالته في الحقيقه الشرطه اللي بتحمي النظام ده اللي هو جزء منه وهكذا يعني. تمام. او الكلام عن استقلال القضاء، دي بالنسبه لي نكته. استقلال القضاء ازاي اذا كان القاضي قاعد بياخد تعليماته بانه يدي حكم 11 سنه لكام بنت صغيرين رفعوا بالونه عليها علامه رابعه، او ان وكيل النيابه قاعد في قضيه مهمه مستني قرار من النائب العام، والنائب العام قاعد مع وزير الداخليه بيطبخوا القرار سوا. بقى انهي منطق؟ انا بتكلم عن استقلال القضاء يعني. تمام. في مواد بقى ممكن نسميها مواد شديده العدائيه، يعني بتشوف البشر والمجتمع بطريقه فيها درجه من العدائيه. اول ماده في الحقيقه يعني تحضرنا يعني هو فكره تحصين موقع وزير الدفاع. دي لم تحدث في تاريخ الدساتير في العالم كله يعني، ان وزير الدفاع يكتب له كده في الدستور ان هو مؤمن لفترتين رئاسيتين مدتهم 8 سنين. يعني حتى لو الرئيس الجاي ده اسقطناه، تمام، فهو قاعد 8 سنين مش قاعد فترتين رئاسيتين بمعنى اسقاط رئيس مرتين مثلا يعني، لا 8 سنين متحدده يعني. وده واضح تماما انه السيسي لو ما رشحش نفسه لرئاسه الجمهوريه فالسيسي متامن 8 سنين ما يجرؤش اي مكلوب ايا كان رئيس الجمهوريه نفسه اللي يشيله. ما شفناش في الحقيقه في التاريخ انه رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء مش من حقه يشيل وزير الدفاع او اي وزير. دي يعني من واحدة تانية من الحاجات هي فكرة المنطقة الالتوائية اللي لفوا بيها لموضوع المحاكمات العسكرية، اللي هو تهديد أي منشأة عسكرية أو الاعتداء على اللي شغالين فيها أو مش عارفين، اللي هو بالظبط زي ما اتقالت النكتة كده، يعني لو في عسكري بيمول عربيات في بنزينة وطنية وأنا شديت معاه لأنه سرقني في مش عارف الإيه أو ما لمعش العربية كويس أو مش عارف كذا، من حقه إنه يشتكيني ويقبض عليا او يقبضوا عليا واتقدم لمحاكمه عسكريه لاني اتخانقت مع فرد من افراد القوات المسلحه. المعركه اللي ادارها عمال مصر ما قبل الثوره في انتزاع النقابات المستقله عن الاتحاد الاصفر، المعركه اللي اسفرت في سنين ما قبل الثوره سنوات ما بعد الثوره عن مئات النقابات المستقله، بيجي الدستور بجره قلم بيقول كل منشاه ليها نقابه واحده. يعني فكرة استقلالية الحركة العمالية وتعددية الحركة النقابية بجرة قلم تم شطبها. تمام؟ في حاجات تانية من عينة الضرائب التصاعدية. الدستور بينص بشكل أساسي على إنه الضرائب التصاعدية، إن في ضرائب تصاعدية على الأفراد، تمام؟ دون ذكر الشركات أو أرباح الشركات. وكأننا بالظبط بنرجع لنفس القارة، إنه الموظفين اللي هم ليهم مصادر دخل معلومه او العمال، تمام، هم اللي هيدفعوا الضرائب بشكل تصاعدي على حسب اجورهم، لكن الشركات مش هيتم تطبيق عليها ضرائب تصاعديه في الوقت اللي مصر فيه بتاخد اقل ضريبه، اقل نسبه ضريبه في العالم كله في وسط بلدان راسماليه زي امريكا بتاخد 35%، دول زي دول الاسكندنافيه بتاخد حاجه و40 وحاجه و50 وحاجه و60%، فمصر بناخد 20%، كانت 40% وبطرس غالي ايام مبارك سقطها للنص 20%. في حاجات تانية من عينه الحق في العمل. الدوله بتكفل الحق في العمل على اساس الكفاءه. مفيش حاجه اسمها على اساس الكفاءه، الحق في العمل ده حق. اي حد في الدنيا لازم يشتغل. الدولة تكفل الحق في العمل ونقطة، تمام؟ بصرف النظر انها ما بتكفلش او ان تكفل دي مطاطة او مش عارف ايه، بس على اساس الكفاءة ده يعني ايه؟ قصدك تقول لي انك انت مش هتاخد ابن المستشار وكيل نيابة؟ قصدك تقول لي انه ما حدش هيدفع 150,000 جنيه عشان يخش كلية الشرطة؟ وهو جايب 50% وابن المستشار جايب مقبول في الكلية ومش عارف ايه؟ يعني قصدك تقول لي ده؟ طيب ماشي، الكفاءة دي بقى معناها هو ان انا اخد خريج النهارده
لانه جايب درجه اعلى واسيب خريج بقاله 8 سنين مش لاقي ياكل علشان كان جايب درجه اقل، ولا انه الكفاءه دي عمليه بتتم جوه عمليه العمل نفسها والناس بتتطور مهاراتها وبتكسب بتكتسب مهارات جديده، وببدا اشوف مين الاقل كفاءه واعمل له تدريبات واعمل له مش عارف يعني ورش عمل وحاجات من النوع ده عشان اعلي من كفاءه الناس. حاجات بقى يعني من هذه العينه كتير جدا يعني. طبعا يعني احضرنا في موضوع المواد المستفزه عشان اختم كلامي وبعدين نفتح الحاجات للمناقشه. يعني هو الحاجات من عينه مثلا يعني انه للجسد حرمه والتعذيب يعني جريمه لا تسقط بالتقاضي. كوميديا فعلا. احنا عندنا عشرات الالاف من حالات التعذيب من اول مبارك لحد النهارده لم يتم محاكمه المسؤولين عنهم، تمام؟ ده بل في الحقيقه اللي قتلوا الناس في الشوارع في المظاهرات ماشي خدوا وراء كلهم. بأني منطق ده ما فيش انتهاك اكتر من انك انت تاخد حياه البني ادمين، يعني انت انتهكت حياته بانك قضيت عليها وكل الناس دي بتاخد براءات. بأني منطق انت بتدستر النقطه ديت وانت عمليا على مستوى القانون، تمام، على مستوى التطبيق الفعلي بتدي للناس دي براءات ماشي، وبتحمي الضباط ما بيقدروش يثبتوا عليهم ان هم كانوا موجودين. كان ناصر عيون طلعوه ساعتها ان هو كان مش في خدمته ساعتها في الوقت ده. سهل جدا يضربوا اوراقهم ويعملوا، هم السلطه وفي ايديهم كل حاجه. فالقضيه بالنسبه لنا هو مش حبر على ورق، مش كلام فارغ وانشا تحشوه بدماغنا، مش مواد بتدسوها زي السم في العسل كده، يعني بان كنتوا بتقدموا مواد لطيفه بس في وسطيها بتقدموا مواد في منتهى العدائيه. القضيه بالنسبه لنا انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين انهي نوع من السياسه؟ وفي مصلحه مين؟ وبالتالي احنا هنواجهكم او هنبقى معاكم بانهي طريقه؟ شكرا.